بعد أن كشف أهداف تركيا الخبيثة في المنطقة. أردوغان لديه أحلام وهمية وأمراض عقلية في أن يعيد الإمبراطورية التركية لتحتل العالم العربي. وفضح سياسات أردوغان وأكاذيبه. 300 طائرة تقريبا شهريا بين تل أبيب وتركيا. 49% من الإسمنت المستورد للمستوطنات يأتي إلى إسرائيل من تركيا. حجم التبادل العسكري والأمني بين إسرائيل هو الأعلى في المنطقة. تركيا تحصد أجهزتها لمعاداة شخص واحد فقط، هو القيادي الفلسطيني محمد دحلان. جيشت إعلامها لشن حملات مضللة ضده، لكن الإعلام الموالي لأردوغان فشل في الرد على ما ذكره القيادي الفلسطيني من حقائق. فلاجأ أردوغان لتابعه وزير الداخلية الذي قال إن القيادي الفلسطيني سيتم إدراجه فيما يسمى بقائمة المطلوبين. هكذا ودون أي يقدم أي أدلة أو قرائن لاتخاذ مثل هذا الإجراء، ما كشف أنه مجرد إجراء انتقامي بأوامر من أردوغان الذي لم يتخذ إجراء مماثلا في مطاردة إرهابيين روعوا العالم مثل زعيم تنظيم داعش الذي قتل بينما كان في طريقه لتركيا. يعلم الأتراك جيدا أن أردوغان يتحكم في المؤسسات التركية مثل الداخلية والقضاء، وهي مؤسسات تدار من قصر الحكم وبمؤسسات مكالمات شخصية من الرئيس حسب ما تؤكد شخصيات تركية بارزة. يعني تركيا yargısı hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Bu kadar ayağa düşmemişti. Bu denli ya hukuktan uzaklaşmış olduğu, siyasetin emrinde olduğu apaçık ortaya çıkmamıştı. ما يجري هو حملة انتقامية على غرار الحملات التي يشنها أردوغان حتى ضد أقرب رفقائه ممن يفكرون في مجرد معارضته. ülkemizin ve milletimizin sorunlarına çare olma imkan ve ihtimali kalmamış. AK Parti içerisinde iç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının tamamıyla kapalı olduğu ve içeride bir dönüşünün imkanının kalmadığı da وما يجري يؤكد أن ما ذكره القيادي الفلسطيني عن ديكتاتورية أردوغان هي حقائق وليست ادعاءات كالتي يرددها الإعلام التركي الآن بأوامر مباشرة من أردوغان وأتباعه. بين مطرود ومعتقل ومطارد ومطلوب لأردوغان ما يقارب 190 ألف مواطن تركي. ما هي مشكلته مع الشعب التركي؟